اليوم هي هاي المحاضرة اخوان مو لي دكتور علي بس ما اتصور يعني راح يلحق على الموضوع يعني لان هو عنده جي اي تي وعنده ريسبيرتوري فما راح يقدر يلحق ما راح تكون محاضرة ضمن الريسبيرتوري ف يعني اكو سلايدات ما راح هواي يعني اشرحكم عليها مكررة بس محاضرة اوكي طلاب اقطع الكلام موضوع البرونكيتس اليوم راح نتكلم عنه. شعب ايش خلصتوا؟ ليش المحاضرات؟ ساعة ونص. ماشي. ف موضوع البرونكيتس طلاب بالريسبيراتوري ميديسين هو موضوع من المواضيع المهمة والكومن واللي راح تشوفوها هواية بالبراكتس مالتنا صراحة طلاب احنا دائما ايش وقت يشوف البرونكيتس عادة المرضى ذول يجوكم وشنو with recurrent chest infection ويجوكم الهيستري التيبيكال هيستري مالته هو شنو cough productive of large amount of sputum specifically in the morning. يقول لك المريض دكتوراني عند بلغم هو خصوصا من اقعد الصبح من النوم اروح اطلع كميه كبيره نص كوب كامل من البلغم يوميا بهالطريقه هذه فموضوع كومن وموضوع مهم بالنسبه لنا بالريسبيراتوري اذا البرونكيتسز طلاب شنو البرونكيتس باي ديفينيشن هي بيرمننت دايليتيشن اوف برونكاي بيرمننت ان اب نورمال بيرمننت دايليتيشن اوف برونكاي الكلينيكال كونسيكوينسز اوف ساتش ا بيرمننت دايليتيشن ان اب نورمال ذير ويل بي كرونيك اند ريكرنت انفيكشن اند بولينج اوف سيكريشن ان ذا دايليتد ايروي شنو اللي يصير طلاب صراحة عادة مثل ما تعرفون الكوزز مال البرونكيتس could be congenital could be acquired على العموم due to these diseases ايش راح يصير راح يصير عند permanent and abnormal dilatation of the bronchi واللي راح ينتج عنه من عندي dilatation of the bronchi راح يكون عندي شنو
السكريشن will be collected in these abnormally dilated bronchi. فمن عندي collected secretions, collected mucus, هذا راح يكون focus or anidus for recurrent infection, colonization of bacteria, and then there will be شنو recurrent infection. Recurrent infection, recurrent inflammation already هو destructed أو abnormally راح يكون هنا more dilatation or more destruction. ليه يصير شنو طلاب؟ إذا تلاحظون هذا cross section بالبرونكس مثل ما تلاحظون يتكون من الميوكاس السيليا والوال والايرواي هذا بهالطريقة هذه. أوكي من يكون عندي damaged wall, damaged bronchial wall, loss of cilia, increase mucus, وبالتالي راح يصير عندي شنو narrowing بالairway. تلاحظوا طلاب because of the impacted sputum, because of the collected sputum and the dilated or the damaged bronchial wall, loss of cilia, there will be يعني شنو narrowing of the airway by this mucus. وبالتالي واحدة من أهم أهدافنا بالمانجمنت اوف برونكيتس شنو دائما نعلم المريض على الفيزيوثيرابي اكسبكتوريشن اوف السبيوتم. اوكي ايش قد ما انا اتخلص من هذا السبيوتم ايش قد ما الكولونايزيشن يقل ايش قد ما الريكرنت انفكشن اند انفلاميشن ادخل. طلاب السيركل هي فيشس سيركل يعني عندي ميوكس امباكتد يصير انفكشن الانفكشن يسوي انفلاميشن بالوول يسوي المور ديستركشن مور دايليتيشن مور سبيوتم فراح نطب بشنو يسموها فيشس سيركل اوف انفكشن انفلاميشن اند ابنورمال دايليتيشن. بهالطريقه طلاب ذن باي ديفينيشن البرونكيتيسيس ات از ان ابنورمال اند بيرمننت دايليتيشن اوف ذا برونكا. الكونسيكوينسز اوف سوتش dilatation will be a chronic and recurrent infection and pooling of secretions in the dilated airways. مثل ما تلاحظون طلاب الكلاسيفيكيشن يقسموها الى focal والى diffused. تلاحظون طلاب هاي dilated bronchi تلاحظون طلاب هذه الاريا الهزينس او الكونسوليديشن وكو بالنص هذه dilated bronchi هذا focal in certain area وكو diffused distribution مثل هذا بكل اللنج فيلد تلاحظون هاي دايليتد كل هنذني دايليتد برونكاي بهالطريقه هذه. اذا من الكلاسيفيكيشن الاناتوميكال كلاسيفيكيشن يقسموا برونكيتس كود بي فوكال برونكيتس مثل هذا وكود بي ديفيوز ديستريبيوشن. انذر كلاسيفيكيشن از ذا اكوردنج تو ذا دايليتيشن يقسموا الى سيلندريكال مثل السلندر يصير او ساكولار أو سيستيك ساكولار أو سيستيك أو فاريكوز مثل الدوالي فاريكوز. هذا الاناتوميكال كلاسيفيكيشن اوف برونكيتيسيس. طلاب مثل ما تلاحظون الكوزز هذا السلايد راح نمر عليه مرور سريع لان يعني ماني كوزز راح لان هو شو دكتور علي صار حاط ثلاث او اربع سلايدات على الكوزز بالمحاضره مالته فاني لان هي محاضرته والجروب اللي قبلكم ماخذيها يعني لازم نلتزم بها نفسها. مثل ما تلاحظون الايديوباثيك البوست انفكشيوس وذر بكتيريا او ماكو بكتيريا او اسبرجلس يعني فنجس او فيروس. البكتيريا الهوبين كاف طلاب الهوبين كاف او البورتيلا بيرتوسس از ا كومن كوز اوف برونكيتيسيس وعندي ماكو بكتيريا تيوبركلوسيس ونان تيوبركلوس ماكو بكتيريا والالرجيك برونكوبلمونري اسبرجلوسيس والفيروس مثل الأدينو فيروس والميزلز فيروس وحطوا ثلاث خطوط جوا الميزل فيروس لأن الميزلز فيروس common in our society. There are till now many outbreaks of measles and measles can be complicated by bronchitis as you see influenza virus and human immunodeficiency virus. Mucociliary clearance defects مثل primary ciliary dyskinesia, cystic fibrosis and Young syndrome وsequelae of toxic inhalation والإميون ديفيشنسي أوتو أميون كونديشن مثل الروماتويد وجماعتها الكونجينيتال كونديشنز والأذر. هذا الدائم بعد أكو كوزز أكوردنج تو ذي زونز أفكتد باي ذا برونكيتيسيس هذا أنذر كوزال كلاسيفيكيشن يعني يقول لك إذا لقيت اللوكيشن باللور لنج زون
هذا mostly due to recurrent aspiration pneumonia. ذول المرضى اللي عندهم مشكلة بالسوالوينج، عندهم مشكلة بالcoordination of swallowing، عندهم جيرد قوي، راح يصير عندهم recurrent aspiration pneumonia. وتعرفون الاسبيريشن عادة شي يكون at the dependent area بالبيزيس، فdue to recurrent infection راح يصير عندي abnormal dilatation and permanent dilatation، وبالتالي يصير عندي شنو bronchiectasis. إذن الكوز هذا according to the location of the bronchiectasis. الريكرنت اسبيريشن عادة يكون باللور لنج زون. الالرجيك برونكو بولمونري اسبيرجيلوسيس والتي بي تكون الاريا افكتد يوجوالي وين؟ ابيكال. انتو التي بي دائما خلوا ببالكم التي بي تطبقوا معي المحاضره الافكشن مالته عادة شي يكون بريدليكشن توورد ذا ابيسيس اوف ذا لنج بالابيكس عادة التي بي وذر ذا انفكشن ذا برايمري انفكشن اور ذا كومبليكيشن اوف ذا برونكيتيس. الكرونيك اتيبيكال ماكو طلاب خاف تجيكم هذا شلون يجيكم السؤال هذا؟ هذا يجيكم ماتشنج، هذا يجيكم شنو على ماتشنج او ام سي كيو. اول اوف ذا فولوينج ار كوزز اوف برونكيتيس اكوردنج تو ذا لوكيشن. اعطيكم ريكرنت اسبيريشن لور لنج زون كل نترو اكسبت الالرجيك ابر زون تيوبركلوسيس ابر زون سيستيك فايبروسيس لور زون. تقول سيستيك فايبروسيس لان عاده شنو افكتد لي ابر زون. طبعا طريقه السؤال يجيكم هذا للامتحان، هذا سلايد مال الامتحان. تيوبركلوسيس بالابر زون الكرونيك اتيبيكال مايكرو بكتيريال والليدي ووينتر مير سيندروم يكون رايت. طبعا عندي الليدي ويندر مير سيندروم هذا يعني انكم كل عندي رير سيندرومز right in the lobe and vingula. Cystic fibrosis common and مهم هو بالأبر لنج زون. Primary ciliary dyskinesia هو الكارتاجنر سيندروم كلش مهم هذا السيندروم تسألون عليه دائما. Primary ciliary dyskinesia بالميدل لوب والفينجولا. المونير كون سيندروم بالتراكيو سيندروم بروكا والويليام كامبل سيندروم بالميدل لوب بروكا. على العموم يعني هذا الموضوع اللي يهمني بهذا الستايل لكم كحياة عملية اللي هو الريكرنت اسبيريشن مهم يكون لور زون، التي بي ابر زون، سيستيك فايبروسيس ابر زون، والالرجيك برونكوبولمونري اسبيرجيلوسيس. هذا يصير بالبيشنت بالاسمه اكيد طاقم وياها كومبليكيشن اوف اسمه مو صحيح؟ اخذتوا طاقم ويا دكتور علي بالاسمه لو بعدكم ما اخذتوا. اوكي هذا الحكي الصح. هذا بالنسبه لي لو حطيت المحاضره ما ادوركم بالنتيجه، اجيكم على هذا اجيكم على هذه الكوز او برونكيتيس. هذا احنا او هذا تحفظوا لي يعني اللي هو اللي مطلوب منكم لان يشمل الكومن كوز كومن كوز او برونكيتيس. اوكي الكوز او برونكيتيس اكو كونجينيتال واكو اكوارد بالتشيلدرن واكو اكوارد بالادلت. اوكي بالكونجينيتال اول كوز هو سيستيك فايبروسيس كومن ديزيز طبعا اوت سايد احنا هنا لس كومن. بعد الدفنية سيلياري ديسفونكشن سيندرومز يعني اكو مشكلة بالسيلياري اوف ريسبيراتوري بالكليرنس ماشي عين الطلاب. اذن سيستيك فايبروسيس بالكونجينيتال سكند سيلياري ديسفونكشن سيندرومز مثل البرايمري سيلياري ديسكانيز يسموه اموتايل سيليا سيندروم وعندي الكارتاجنر سيندروم اللي هو يشمل الكارتاجنر سيندروم اللي هو سينوسايتس and transposition of the viscera يعني الهارت يكون رايت والليفر يكون شنو ليفت transposition dextrocardia نسميه ماشي عيني. واحدة من الكوزز او dextrocardia هو الكارتاجنر سيندروم اللي هو يكون recurrent sinusitis وtransposition of the viscera. وبعد عند primary hypogammaglobulinemia اذا الكونجينيتال كوزز مهمة اللي هي commonest causes cystic fibrosis سيلياري ديسفونكشن سيندروم وعدي البرايمري هايبوغاموغلوبين. هذا الكونجنتال الاكوايرد بالتشيلدرن راح تكون نيمونيا ذات از كومبليكيتد هوبينج كوف اور ميزلز برايمري تي بي والهيل فورم بادي. الهيل فورم بادي هذا فورم بادي ليش الطلاب بالتشيلدرن فشي كومن ومهم. واذا كان الفورم بادي سمول راح يروح امباكتد عندي small bronchi وبالتالي راح يسوي لنا not allowing proper clearance of secretion فراح يصير post obstruction. post obstruction ايش راح يصير
collection of mucus, recurrent infection, recurrent inflammation, ويصير عندي برونكيكتيسس. فالفورم بادي الفورم بادي انهيليشن بالشيلدرن is also an important cause of bronchiectasis. إذن الأكواير يعتمد whether it's children or adults. With children, pneumonia, complicated whooping cough or measles, primary tube and health foreign body. بالأكوار بالأدلت هي suppurative pneumonia, pulmonary TB, bronchial tumors, allergic bronchopulmonary aspergillosis, complicated asthma. هذا الكلاسيفيكيشن طلاب، هذه الكوزز تحفظوها كلش مهمة بالنسبة لكم. يعني ماكو داعي احنا نتبحر ذاك التيبل الأول اللي هو كل الكوزات موجودة به. لا، هذا التيبل، هذا السلايد يلخص لنا the most important causes of bronchiectasis. اذا congenital, acquired children and acquired adult. ماشي يعني طلاب؟ اوكي، اكو سؤال. احنا فهمنا شنو هي البرونكيكتيسيس، فهمنا شنو المشكله مالتي. عندي dilatation بالبرونكال، permanent dilatation, abnormal dilatation، راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي collection of الميوكس اند سكريشن. هذه الكولكشن، هذه الميوكس اللي صار فيها كولكشن اللي ما يصير فيها كليرنس، راح تسبب لي كورونايزيشن اوف مايكرو اورجانيزم. هاي المايكرو اورجانيزم راح تسوي لي ريكرنت انفكشن، هاي ريكرنت انفكشن تسوي لي مور ديستركشن، مور دايليتيشن. المور دايليتيشن راح يجمع لي بعد سكريشن اكثر، يسوي لي كورونا، وبالتالي الفيشا سيركل. احنا لازم نقطع هاي السيركل، ماشي عين طلاب؟ واضح؟ اوكي، هذا السلايد الرابع على الكوزز. قلت لكم ما اعرف ايش عدد يدور عليه من الكوزز. هذا على المور كومن كوزز، يعني كوزز ذات ار انكريزنج، يعني تشوفون من هو الاعلى للاقل. فاكثر كوز اوف برونكس ما حسب ما هو الايديوباثيك، بعد بوست انفكشنس، وراها تجي الميون ديفيشنسي، وراها تجي الالرجيك برونكوبولمونري اسبرجيلوسيس، وراها سيلير ديسفانكشن، وراها روماتويد ارثرايتس، وراها جيرم والاسبيريشن، السيراتيف سيستيك فايبروسيس، بان برونكولايتس، مايكوبكتيريال انفكشن، اند كونجنيتال. مثل ما تلاحظون بهذا السيكونس، يعني من الاعلى للاقل او من الاقل للاعلى بهالطريقه هذه. ماشي طلاب؟ ماشي. اوكي، مثل ما قلت لكم اكو بشسر اكو تريجر، التريجر يسوي الايروين انفلاميشن. من صار عندي ايروين انفلاميشن صار عندي ineffective pulmonary defenses، راح يصير عندي sputum hypersecretion، عندي اني impaired mucociliary clearance، lung damage يسوي inflammation او ايروين انفلاميشن، وهكذا راح تكون عندي فد vicious circle of inflammation, hypersecretion, نيو انفكشن، وهكذا ماشي عين مور ديستركشن. هذا يسموه البيشس سيركل. الكلينيكال برزنتيشن، الكلينيكال برزنتيشن طلاب اوف برونكيكتيسيس، هاو داز ا بيشنت وذ برونكيكتيسيس بريزنت تو يو؟ اوكي، اولا البرايمري سيمبتومز، يعني يجيكم وذ سيمبتومز ذات ار ديو تو برونكيكتيسيس بير سي. اوكي، اثنين قد يجيكم with acute exacerbation، يعني قد يجيكم primary، يعني نقول the chronic symptoms. قد يجيكم second with exacerbation، acute exacerbation. ثلاثة قد يكون the features of the associated disease، يعني مثلا هو عنده أصلا أسمة أو عنده COPD أو عنده lung tumor. أربعة the associated or causative systemic disease، مثلاً هو الديزيز مالته البرونكيتس أو already caused by rheumatoid arthritis, by Sjögren, by SLE, whatever the causative disease. تهمنا الكلينيكال بريزنتيشن. البيشنت كان بريزنت تو يو with the primary symptoms، يعني symptoms of bronchiectasis in the stable state, in the chronic state، أو قد يجي إليك with acute exacerbation of bronchiectasis، أو قد يجي إليك with the symptoms of the disease that cause lung disease that cause اللي هو pulmonary disease that cause the bronchiectasis، مثلا الأسمة أو COPD أو whatever أو lung tumor. وقد يجيك due to the causative systemic disease اللي صاير عندنا. يعني هذه هي الفور main presentation of patient with bronchiectasis. اوكي، the primary presentation
يعني presentation of a patient with chronic bronchiectasis. ما عنده exacerbation. ما عنده exacerbation. بالأيام العادية. شنو السيمتمز اللي عنده؟ شنو السيمتمز اللي عنده؟ أوكي. عنده chronic cough. طلاب مثل ما قلت لكم. ذولا البرونكيتيسز كرونيك كاف اند كرونيك برودكتيف كاف. كرونيك برودكتيف كاف اكو دراي فيريانت نعم بس ات از ليس كومن. اكو دراي برونكيتيسز يعني البرونكيتيسز اللي تكون دراي وذاوت ا برودكشن اوف لارج اماونت اوف سبيوتم. واضح طلاب عيني؟ واضح. الكلاسيكال برزنتيشن اوف برونكيتيسز از كرونيك برودكتيف كاف. وعادة المريض يعطيك history of expectoration of large amount of sputum especially on awakening in the morning. نتبه كارس تقول لعجلة عندك طبعا مثل الأكثر شيء نصف هذه الكمية كل كبيرة رأسا يجب تسمعي شيء خلي بالك شنو the bronchic disease ماشي طلع عيني إذا chronic productive cup. Second hemoptysis. الهيموبتيسيس عادة يكون common symptom. Common symptom in patient with bronchiectasis and is more commonly seen in the dry variety. مثل ما قلت لكم عندي يعني major presentation of protective cuff but there is some patients that have a dry bronchiectasis يعني bronchiectasis with a dry cuff with no production of large amount of sputum usually mild عادة يقول لك مريض اكو ستريكس بالبلد على البيرلين سبيوتم. الماسف مش وقت تصير الماسف هيموفتيسيس طلاب is usually from dilated bronchial arteries or bronchial pulmonary anastomosis under systemic pressure. وشوية راح يعني اشرح لكم شنو موضوع الماسف شنو موضوع الماسف ليش ناس تصير ماسف هيموفتيسيس وليش ناس تصير مايوفتيسيس من يقدر يجاوب انا شكت جيد بس هذي واحد من الطلاب اللي جدك يفهم شنو؟ أوكي وصل الزميل طلاب أنا شرحت لكم بالمحاضرة السابقة ولو ما كان موضوعنا شرحت لكم أكو بولمونري سيركيليشن وأكو برونكيال سيركيليشن تمام البولمونري سيركيليشن ايش قد الضغط معك؟ ايش قد الضغط معك؟ يعني 15 20 25 مليمتر مربع بينما البرونكيال ارتري ايش قد ضغطه؟ 120 فاذا صار عندي ايروجن للبولمونري ارتريز اللي موجوده بالادبيلال فما راح تعطيني اندر هاي الوجع فما راح تعطيني ماسك وقت يصير عندي ماسك يصير ايروجن to the dilated bronchial arteries or bronchial pulmonary anastomosis under systemic pressure. يعني يصير عندي ماسك إلا يصير عندي إيروجن إلى artery بالsystemic pressure 12 على 8 أو 120 على 8. يعني pulmonary artery إذا صار عندي إيروجن لأن البريشر اليمين قليل فما راح يسوي لنا ماسك بريشر بالضبط. واضح؟ يسوي لنا مايلد إيروجن. شو وقت يصير ماسك؟ من يصير erosion to an artery that has a systemic blood pressure. Systemic blood pressure. يعني ضغط 120 ملم وعادة يكون بالبرونكيال arteries عادة يكون بالبرونكيال arteries. بعد recurrent pneumonia. Recurrent pneumonia. بعد systemic manifestation مثل الفيفر والماليز والويت لوس. إذا طلاب الكلينيكال برزنتيشن مالتي عندي chronic productive cough. عندي موكتسس عندي ريكرنت نيمونيا ات ذا سيم سايت ام عندي سيستميك مانيفيستيشن. وحطوا ببالكم طلاب دائما 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 من تكون مريض يجيكم ريكرنت نيمونيا والتشست اكس راي عالجه ويرجع لك ورا شهر هم نيمونيا ات ذا سيم سايت حطوا ببالكم موكتسس دائما دائما من يجيني مريض عالجت النيمونيا مالته كانت مثلا رايت لور سيجنال نيمونيا عالجت راح جاك ورا شهر نيمونيا على ذا سيم سايت ريكرنت نيمونيا على ذا سيم سايت واحده من الديفرنشال دايجنوستس المهمه برونكيتس بعد يلا من يقول لي هذا الديفرنشال دايجنوستس هذا سؤال يقول لك
وارون بادي اكسلنت بعد. لا ليش هذا السيم سايد؟ لا استقبال المريض هو ريكرنت نيمونيا هذا السيم سايد معناه ان الريطيب والريزوليوشن اوف ذا ريديولوجيكال بيكتشر وجاكم ورا شهر او شهرين نيمونيا هذا السيم سايد بعد تحط التشيست اكس راي تلقاها جايه مغمغه بنفس المكان. واحده قال لك برونكيتس هاي الهيليجيت ستراكشر اللي يرجع منها. واحد من زملائك قال لك فورم بادينا سمول وليس ريكرنس. بعد شنو الريكوايرمنت؟ اكو فتره له بروبلم تيومر كله تيومر يسوي باشر ابستراكشن وهذا اللي يصير عندنا ركبه والى اخره. ما شفت الا عيني فكر بهالطريقه. والسيستميك مانيفستيشن ذيس ار نون سبيسيفيك مثل الفيفر والمليز واللوس اوف ابيتايت والانوركسيا والويت لوس اتسيت. اوكي طلاب اوكي كنا متفقين البرايمري سيمبتومز كنا فهمناها رسخت ببالنا. اكو سؤال عليها؟ اكو سؤال؟ قلنا البرزنتيشن كود وذ برايمري سيمبتومز سكند كود وذ اكيوت اكسسربيشن صح يعني when the patient is in the stable state. لا قد المريض يجي acute exacerbation. هذا شلون يبين؟ change in sputum production whether the amount or the consistency. يعني يقول لك المريض هذه مثلا الكمية زادت وتغير sputum الكلام ما تتغير كان اللوكوي صار بيرولنت صار فاس. إذن أول نقطة بالأكيوت إكسربيشن أو برونكيتيسيس is change in sputum production. Second increase this need increase this need. يقول لك ناني دكتور شريط نمشي 100 متر يوم 50 متر يلا شوية أصل بس إنك تمشي 10 خطوات أو أنا قاعد بس increasing this need increase cough. يقول لك أنا جيت أقوح باوس مرة مرتين تجيني باليوم كل واحدة مدة نص ساعة هسه اليوم كله أنا داخل واضح. بعد التمبرتشر تصير أكثر من 38 درجة سنتيغريد. بعد increased wheeze increased wheezing المريض يجي لك يشكي من increased wheezing. بعد malaise fatigue lethargy or decreased exercise tolerance. بعد reduced pulmonary function. بعد radiographic changes consistent with a new pulmonary process. بعد finally changes in the chest sounds. These presentation طلاب, these are the symptoms and the signs of acute exacerbation of bronchiectasis. جدا مهمة. جدا مهمة. وهاي أحد ال presentation of bronchiectasis. يمكن تكون خارجين with primary symptoms أو خارجين with features of acute exacerbation. With features of acute exacerbation. بالتفنين طلاب فهمنا ما عندنا شيء واضح يعني محفوظ هاي الفيتشرز مال الاكيوت اكسربيشن. اوكي هذا الاكيوت اكسربيشن ايش وقت المريض ادخله؟ يعني جانا مريض انا ادري بيه هو برونكيتيسيس وجان عنده فيتشرز مال الاكيوت اكسربيشن. What are the indication for hospital admission in acute exacerbation of patient with bronchiectasis? اولا when the fever more than 38 degree centigrade. Second, when there is hypotension, when the systolic blood pressure less than 90 أو diastolic أقل أو يساوي 60. بعد respiratory rate إذا صار أكثر أو يساوي 30 per minute. بعد إذا كان المريض عنده previous need for non-invasive ventilation or ICU. بعد إذا failure to improve after 7 days of oral therapy. جات بيش acute exacerbation طيب اورال انتيبايوتكس طيب بروكاديتا طيب اكسبكتورنت طيب ستيرويد طيب تريتمنت اورال سبع ايام ما صار ريسبونس على انديكيشن فور ادمشن. بعد هايبوكسيا اللي هي نيو اونست اوف اوتو ساتوريشن اقل من 93 اور روم اول اوف ذيس طلاب جدا مهمات نحفظهن ما بيه شيء يعني مبهم يحتاج شرح. ذن هن الانديكيشن فور هوسبيتال ادمشن البيشنت وذ اكيوت اكسبكتورشن اوف بروكاديتس. لا لا وقت من تعمل وقت من تعمل بس تقدر تجمع ما عدا الكرايتيريا ما عدا السكور
بس عادة انتو شو توقعون؟ يعني انتو توقع انو patient عند كل extervation لانه اكيد الجمع بالدن يعني اكيد هو تبطيع علاج ومستجيب وحرار تعال يعني اكيد يجمع ماشي؟ بس احنا بالنسبة لنا مثلا جاد لقيتنا ضد الرجل اقل من 90 هذا ادخل او الاشبي اوتومات 80 ادخل واكيد هو هذا الفيبر عندي انا ما تقبل بشك يعني بعد من عند السؤال طلاب قلنا symptoms of the primary disease قلنا of the acute exacerbation ثلاثة الassociated local lung disease مثلا يجي عنده feature مال COPD مال أسمى مال bronchogenic carcinoma هذا من الكتب with the presentation أو الرابع الassociated systemic disease such as ulcerative colitis celiac disease cystic fibrosis etc. whatever the systemic disease that is a cause for bronchiectasis, the presentation may be with feature of bronchiectasis across this systemic disease or feature of bronchiectasis across this local pulmonary disease. Well, in the meeting, having the four main presentation of patient with the bronchiectasis. The physical examinations, كلش مهم. راح تجون إن شاء الله بالكلينيكال وإذا إن شاء الله شفت كيسات بروكيتسيس طبعاً الفيزيكال فايندينجز مالتها كلش مهمة وكلش واضحة. من نجي نفحص بالأسكولتيشن أوف ذا تشيست قد نلقى رونكاي قد نلقى كريب او قد نلقى الويزز. انتبه طبعا الرونكا والويزز اكو تداخل بينهم من يقدر يميز طبعا احنا موضوع الرونكا ان شاء الله هسه من الاكزامينشن من الرونكا والويزز تو تايمز اكو باي ستيثوسكوب نسمعها واكو شنو اودوم نسمعها بالميل نسمع الويزز by our ears. Unit first. The wheeze is shino. Many are wheeze. Many are wheeze. Wheeze is our own car. Shino. Safir, who will you say? Who will due to passage? Who will musical sound? That is due to passage of air through a narrow airway. Narrow air. Wheeze is. In the cribbit, our crackles are shino. من عند secretion. من عند secretion. راح يكون عندي كراكلز. هذه الكراكلز شنو ميزتها بالبرونكيتيسيس؟ بالبرونكيتيسيس تكون كورس وتكون انسبيرتري اند اكسبيرتري. اند سم تايمز كلير بايب اوت. شوفوا طلاب الكراكلز كود بي دو تو فلويد ان ذا انترستيشال سبيس مثل ما مثل بالبولمونري ايديما تكون فاين وتكون نت كلير بايب اوت. بات وين ذير از كراكلز ذات از يو تو سكريشن ان ذا alveoli or the bronchi تكون cause وتكون inspiratory and expiratory والبيشن بنيد واحد هاي المتبع راح يطلع فبالتالي should be ameliorated يعني تقلل intensity أو تكون بالسفير يعني decrease intensity أو بالسفير هذا الفرق بالكراكلز. اوكي طلاب عرفت شو الكراكلز؟ عرفت شو الكراكلز طلاب؟ ديجيتال كلابينج الكلابينج اوف فينجر تعرفوها طلاب برونكيتيسيس از وان اوف ذا ميجر بولمونري كوز اوف كلابينج برونكيتيسيس از وان اوف ذا ميجر بولمونري كوزز اوف كلابينج. بعد كرونيك هايبوكسيميا ليد تو كور بولمونالي ذن رايت سايد هارت فيلر. من يقول شنو الكور بولمونالي؟ اكيد تطقم اياه شنو معنى الكور بولمونالي؟ يلا كور قلب كور باللاتيني هو هارت بولموناري يعني هارت ديزيز ذات از كوز باي لانج ديزيز كور بولموناري معناها هارت ديزيز ذات از كوز باي بولموناري ديزيز كور بولموناري واللي عاده يمشي باتجاه الرايت سايد هارت فيلر. من عندي كرونيك هايبوكسيا من عندي كرونيك هايبوكسيا طلاب
شو يصير؟ شنو الفسيولوجيكال اللي تلاحظ من طلاب الشقاء المصباح يحكي من عندي كرونيك هايبوكسيا؟ شنو اللي فسيولوجيكال ريسبونس اوف ذا بادي؟ يعني البادي ده يحس انه اوتو ما يوصل للكفاءة، وراح يكون اكو فد فسيولوجيكال ريسبونس تو هايبوكسيا. شنو هذا الفسيولوجيكال ريسبونس تو هايبوكسيا؟ عارف شنو؟ اي يعني هو هايبوكسيا فالبادي عنده ديفنس ميكانيزم انه شنو؟ شنو اللي عافية أول وحدة شو معرفة دولي حس أو تبدأ يجي كفاية طلع رسمة بوتين زيد شنو بوليسايكين يزيد الاربيسي فهي وحدة من الأول السيكوية يكون بوليسايكين البادي راح يزيد الاربيسي برادكشن لأنه ظل الناقل للأكسجين الاربيسي فيزيد الاربيسي هذا الريسبونس الأول الريسبونس الثاني الريسبونس الثاني وين هاي الهايبوكسيا تسوي فازو دايلاتيشن في كل البادي ما عدا البولمونري تسوي فازو كونستريكشن وبالتالي كرونيك هايبوكسيا كرونيك بولمونري هايبرتنشن عندي بولمونري هايبرتنشن يرجع الباك بريشر على اليمن من الار بي يضغط والار اي على اليمن انه يضغط على البولمونري مو صح؟ زين مو هايبرتنشن شو راح يصير؟ راح باك بريشر على الراي سايد شو يصير؟ هارفي هايبرتروفي دايلتيشن وبعدين فيليا هذا هو الكور بولمونري هذا الكور بولمونري عندي البولمونري ديزيز البولمونري ديزيز كرونيك هايبوكسيا كرونيك هايبوكسيا يسوي بولمونري هايبرتنشن البولمونري هايبرتنشن يسوي راي سايد انفكشن وذ تايم ذا راي سايد هارت فيليا السؤال الثاني اللي اريده منكم ما يكون في فرندا ما تكون طلاب رابع طبيه شلون نميز الكلينيك بين هاي سايد هارت فيلر اند ليفت سايد هارت فيلر شوفوا على العموم بعض احنا لو فكر كلوجيك دائما ليش تقول تحفظ تتبع فوقن تنسى الليف سايد مين يجي بلوك الليف سايد مين يجي نبل مندري بين الليف سايد جيمين نبل مندري بين من الليف سايد مدى يقدر يشتغل سيئ والدم بدا يجي دا يرجع باك فاير مدى يقدر يضغط كله فالباك فرجر عليه من علم شي يسوي والمندري يدمان بينما الراي سايد من يجي من الانفيلير وشكل الانفيلير كاب وبالتالي من يقدر يشتغل وين الباك بريشر يرجع على السيستم فسيستمك ادم الراي سايد سيستمك ادم الليف سايد والمنظري ادم يصير كونجستد يصير يعني الليف سايد هارت فيلر والتالي راح يطيب كونجستد هارت فيلر يصير كونجستد بس بيور ليف سايد والمنظري ادم بيور راي سايد سيستمك تبدو سيستمي تبدو مليك تبدو مساقرة تبدو أسايتس هيباتو ميجالي وانتفردي ماشي عين الطلاب ماشي حبايب عيني والأميلويدوسس هذا يكون رير بالإجابة هذا هو الراي سايد هارت فيلر أو هو الكور بالموناني الكور بالموناني هو هارت ديزيز بالموناني ديزيز تتلاحظون جي بي بي إنكريس بيرفورم بينس برشار أسايتس ليفر سبلي ديزيدن ديبندنت إديما الانوركسيا والجي اي تي كومبلين ليش يصير؟ دول هذا الرايت سايد هارت فيلر يقول لك يصير عندهم انوركسيا والجي اي تي ستيروس من اللي يقول لك؟ عفوا هو نفس الادي بس يصير بالباورز ويصير هاي الباور اللي ما تنص اكيد راح يصير جي اي تي ستيروس وبالتالي احنا في بعض الاحيان حتى الاورال medications بالهارت فيلر في بعض الاحيان تشوفوها less effective لان ماكو ذاك الابزوربشن الزين يعني دول يجون هيوز يجون السايتس وكلها الراي سايد هارت فيلر وتشوفها تقدر تكسر مو ذاك الريسبونس ليش لان الابزوربشن اصلا ديكريز دو تو ذا جنرايز الدايجنوزس طلاب بالشيست اكس راي اي ترام لاين وتراك ساين
ونلقى بالتشيست اكس راي البروك تشينجز الى اخره. طبعا احنا طلاب مريض يعني الطب الدم السايز منهم ما تبغى. يهمنا هسه وجود الهاي ريزوليوشن سي يقول لك وين السايت بالضبط، شنو الحجم مالتين، شنو هل هو فيوزيفورم، هل هو ساكولر، هل هو سلندريكال، الاكستنت مالته كم لوب. اذا الديفينيت دايجنوستس از باي هايز ريزولوشن سي مثل ما تلاحظون راح يرامينا السايت، هل هو ديفيوز، هل هو لوكلايز، هل ذير از اسوشيتد نيمونيا، هل ذير از يعني انفيجن اوف ذا ادجيسنت ستراكشرز، بلورال فيوجن اذا موجود، اي شيء موجود ثاني هو عن طريق الهاي ريزولوشن سي تي سكان اوف ذا لاب. اللاب تيست صراحه السبيوتم اكزامينيشن صراحه كلش مهم. الديس بيشنت على مود نشوف المايكروبيولوجي، ناخذ سبيوتم ندزه فور جرام ستين كلتشر اند سيستيفيتي، كذلك سايتولوجي وكذلك اسيد فاست باسيلا. شنو هذا معناه؟ السبيوتم احنا اي سبيوتم في اي ديزيز شو نسوي له؟ نسوي له جرام ستين ونسوي له كلتشر ونسوي له سايتولوجي ونسوي له اير بيفور شنو؟ السايتولوجي فور شنو؟ ملك سايكولوجي مالجنسي هو الجرام ستين فور مايكرو اورجانيزم والكلتشر ان ستين تو ديتكت ويتش مايكرو اورجانيزم سبيسيفيكلي اند ويتش انتي بايوتيك از افكتيف اجينست ذيس مايكرو اورجانيزم. ما في شيء واضح. الكومبليت بلد بيكتشر راح يطلع عندي النيوتروفيل لوكوسايتوسيس وين ذير از انفكشن اند انفلاميشن. Also, inflammatory markers will be elevated in the C-reactive protein and ESR. إذا كان عندي risk أو عندي suspicion of cystic fibrosis لازم نسوي sweat test. وكذلك إذا كان عندي congenital hypogammaglobulinemia يعني أو suspicion for beta gammaglobulinemia أو hypogammaglobulinemia نقيس الإيمونوغلوبين level والIgE level for allergic bronchopulmonary aspergillosis. IgE level لأن تعرفون هذول أهل الأسماء الIgE level من يزيد معناها fungal infection ومفكر من allergic bronchopulmonary aspergillosis. وإذا كان عندي يعني suspicion مال hypogammaglobulinemia راح نسوي immunoglobulin levels. البولمونري فانكشن تيست طلاب البولمونري فانكشن تيست impatient with bronchiectasis. البولمونري فانكشن تيست impatient bronchiectasis شيء يكون عادة أو سهل. كمبيوتر سلكتيف همينة طبعا وذ ادفانس طلاب وذ ادفانس بروكتيسيس راح يصير صح اكو اوبستركشن بس راح يصير سلكتيف همينة ويصير سلكتيف همينة بس على العموم بتكون اف اي بي 1 ديكريز وبالتالي يكون اير فلو اوبستركشن ويصير عندي اير ترابينج اللي هو ديكريز ريسيدوال فوليوم ديكريز ريسيدوال هنا أنا دخل من يمكم دخل دكتور علي صالح وبده يدخل البرونكوسكوب وكل شيء زين فايبر اوبتيك برونكوسكوب. أقول يا بطل الله رابع شنو علاقة البرونكوسكوب؟ هو انترستنج بالموضوع. ففايبر اوبتيك برونكوسكوب اكسكلود ابستراكشن اور فورم بادي and to take biopsy and lavage for microbial study. Then, هم بالبرونكيكتسيس there is a room for fiber optic bronchoscope. إذا كان عندنا يعني suspicion of obstruction, foreign body, أو إذا كان عندي suspicion of a tumor, يأخذ منا biopsy, أو أصلاً الميكروأورجانيزم is of doubt, the sputum culture ما طلع لي شيء. فيروح على يدي تنفسه ياخذ ووش ويطلع بالسبيوتم ويسوي كلتشر سيستم فيعطيك مور بوزيتيف ريزلت بهالطريقه هذه. هذا الفايبر اوبتيك بروكوسكوب. الجولز اوف تريتمنت بالبرونكيتيسيس اول جول هو اليمينيت الكوز. يعني شنو؟ يعني اذا كان الكوز اوبفيس فور
واضح كان بي ريموفد مثلا فورم بادي، مثلا اذا كان ابستراكتنج ماس، مثلا اذا كان تي من عالج الثيب يعني اليمينيت ذا كوز. هذا الايم الاول. الايم الثاني امروف تريكو برونكل كليرنس. وصراحه انا اذا احكي لكم هذا الكورنر ستون اوف ذا تريتمنت صراحه، انت هذا المريض من يطلع من يمك من المستشفى انت راح تعلمه للاهل الفيزيوثيرابي، تقول له يوميا مرتين ثلاث مرات نيموه على الديبندنس سايد وطبطبوا له على ظهر ربع ساعه الى نص ساعه، خلي يطلع السبيوتم وياها. مرات يقول مسوي له يعني نيبولايزر نورمال سلاين على مود يصير ليكوفيكيشن اوف ذا ميوكس، وبالتالي يقدر يطلع مور سبيوتم. بهالطريقه كلش مهمه ايش قد ما يسوي كليرنس، ايش قد ما يقلل الكورنايزيشن ويقلل البكتيريا اكسسربيشن. Control infection, reverse airflow obstruction, improve quality of life and reduce admission and death. هذا الايم مالتنا بالتريتمنت اوف برونكيتيس. Eliminate the cause. مثل ما قلنا immunoglobulin infusion in deficiency state, anti-tuberculosis drugs. اذا عندي allergic bronchopulmonary aspergillosis steroid. Relief obstruction, remove aspirate material tumor debulking. Then you can إذا كان عندي فد obvious removable cause لازم هذا من النقاط المهمة بالتريتمنت إنه to eliminate this source of bronchitis or cause of bronchitis. بعد الairway clearance, airway clearance نستخدم chest physiotherapy, the mucolytics والbronchodilators. كلش مهم بذني الairway clearance كلش مهم بهالطريقة هذه. الانفكشن كنترول، الانفكشن كنترول طلاب الانتي بايوتيك يوز مشكله بالبرونكيتيس. هل نخلي المريض على انترميتنت او نخليه على سايكليك؟ صراحه انا اللي اعلم المريض ابو البرونكيتيس قلت لكم اول شيء اعلمه النقاط الاتيه، يعني انا هذا لكم فور براكتس. من النقاط المهمه انه avoid contact with any infected patient، يعني اقول له دائما خاول وياك واحد تدرون ذني من يصير عنده contact with the children دول اللي عندهم respiratory infection وذا يصير عنده recurrent infection. اذا الهايجين لازم قوي، good nutrition اوصيهم، isolation proper isolation الا بهالطريقه هذه، الفيزيوثيرابي. ولكن الانتيبايوتيك شنو اخليه فور لايف؟ صراحة أنا اللي أعلم للمريض إنه يكون جوايد أنتيبايتيك. أني تشينج إن سبيوتام أو إنكريز إن كف أقول له أخذ كورس، يعني خب ما يبقى عمرك كله على أنتيبايتيك. ماشي يتعلم المريض خصوصا إذا هايلي إدوكيتد. أني تشينج إن سبيوتام كلار سبيوتام أماونت، بدا فيبر عنده أقول له أني إيرلي ساين أوف أخذ لك كورس مال أنتيبايتيك، يعني سايكليك او بيريوديك او ترمينال ما اعرف شلون. ولا انتبايوتيك انهيليشنال اذا كان عندي سيدومونس اريجينوس انفكشن، تعرفون ان انا ذير از ان اكسلنت رول فور انهيليشنال او لوكال انتبايوتيكس نعطيها باي نيبولايزيشن. الاير واي هايبر ريسبونسيفنس او ريليفينج ذا اوبستركشن نستخدم اما انهيلد ستيرويد او انهيلد برونكودايليترز. السيرجيكال تريتمنت طلاب مرة من المرات يعني انتوا وصلتوا الى مرحلة انه removal of this affected area اذا كانت localized ودسووا للمريض مشاكل متعددة، يعني كل اسبوعين كل ثلاثة exacerbation، تدرون exacerbation fever و loss of appetite و complication. فمرات there is indication for surgical removal of the affected area. اذا surgical treatment اللي هي surgical resection of bronchiectasis راح تكون عندنا هذه هي الانديكيشن مهمة تحفظوها. اول شيء failure of optimized medical therapy for one year، يعني انت سنة كاملة وياه دائما علاجات ومستمر وياه فده يصير عنده response ده يصير عنده failure. بعد severe or frequent exacerbation. بعد اذا صار عنده treatment of complications such as embyema or lung abscess. من عند embyema أو lung abscess لازم surgical drainage. أي abscess في البدي should be drained. بعد localized lesion to avoid sepsis and extensive lung damage. بعد bronchiectasis distal to a tumors.
بعد recurrent refractory or massive hemoptysis. Recurrent refractory or massive hemoptysis. These are the indication for the surgical resection of the area affected by a bronchiectasis. Lung transplantation طلاب هذا إذا كان diffuse extensive bronchiectasis with يعني difficult infection control there is room for lung transplantation مثل ما تشوفون diffuse و end stage bronchiectasis with difficult infection control هنا راح يكون there is a room for lung transplantation. Okay, what about the treatment of acute exacerbation? Treatment of acute exacerbation. ذاك التريتمنت اللي تكلمنا عنه انه for the stable bronchiectasis for the patient at home. Bronchodilator, mucolytic, antibiotic, physiotherapy, elimination of the cause. هذا للusual patient. إذا أجانا المريض with exacerbation, okay. نستخدم empirical antibiotics for acute exacerbation عادة combination of antibiotics. بعد inhaled aerosolized aminoglycoside to prevent pseudomonas colonization. بعد chest percussion and the gravity drainage of secretion مثل ما قلت لكم نعلم المريض يطبطبون على ظهر اهله يوميا حتى during the acute exacerbation كلش مهم. بعد bronchodilators, good smoking, good nutrition and graded exercise. بعد arterial embolization for hemoptysis if required and surgery for localizing troubling disease. هذا شنو الارتيريال امبولايزيشن؟ ذاك اليوم طلاب اجانا مريض من السجن مال مال تشيكو من سامع به هذا السجن؟ ما سامع به الا ان داومته المستشفى التركي. هذا سجن مال الارهابيين مال داعش سجن عملاق ما سامعين به بتشيكو. هذا شنو طلاب؟ هذا بؤره مال تيبي بؤره مال تيبي يعني بست اشهر شفت كل الكومبليكيشن التيبي اللي ما شايفه بحياتي. شنو اللي ببالكم كومبليكيشن مال تيبي شفناه؟ بؤره مال تيبي مال ملت دراج ريزيستنت تيبي. بعد حتى كتبنا بقنا المال يا جماعه هذا سورس للكوميونتي مال المحافظه ده تجيبوه من المستشفيات العامه والمرضى كلهم اميونو كومبرومايز وده تجيب لي ملت دراج ريزيستنت تيبي. كل الكلتشر يقرا ملت دراج ريزيستنت تيبي. فواحد من المرضى هذا الامبولايزيشن واحد من المرضى خطيه ماسف هيموبتسيس. ماسف هيموبتسيس يعني يوميا اذا اقول لكم نص سطل دم قليل خطيه لانج اقول عليه خطيه على رغم وداعش بس هو خطيه من يعني لو تشوفون خطيه شنو الماساه ما نقدر نسوي له شيء. بعدين يعني حولناه وسووا له امبولايزيشن تو ذا افكتد ارتري البرونكيال ارتري سووا له امبولايزيشن باي فوم ماتيريال او فتشي وسووا له توتال ابستراكشن لايف سيفنج لايف سيفنج زين عيني. فصارت يعني عندنا هذا الكيس وتعالج وطلع عندنا ديسشارج ماسيف هيموبتسيس. سوينا ارتريال امبولايزيشن يسوون امبولايزيشن للارتري وبالتالي ذا ارتري ويل بي ابستراكتد باي ذيس امبولايزيشن وهذا هو التريتمنت مال الاكيوت اكسترفيشن. الكومبليكيشنز طلاب الكومبليكيشنز اوف برونكيتيسيس مهمه كذلك حفظوها. الكومبليكيشن كود بي جنرال كود بي ان ذا تشيست جنرال هو الهيموبتيسيس توكسيميا اميلويدوسيس والسبتسيميا والسبتيك شوك. بالتشيست لانج ابسيس نيمونيا بلوريسيا امباينمنت فايبروسيس اند كوربال مناري. نحفظها ما فيها شيء. الكومبليكيشنز مهمه تلفظ ما فيها شيء ما بي شيء شرح. الموضوع الثاني اللي بالمحاضرة صراحة موضوع سيستيك فايبروسيس. دكتور علي صار ضايف على المحاضرة وما أصور ضمن السيلبس. يعني أنا تفاجئت من بداية المحاضرة إنه مخلي سيستيك فايبروسيس. سيستيك فايبروسيس أنا أعطيكم إياه أتذكر بالثانية أو أنا أعطيكم إياه أو بالثالث أو بالأول والله ما أتذكر. أكثر من مكان أعطيكم إياه. بالإنفكشن أند إميونيتي يمكن أعطيكم إياه. مو صحيح؟ CBS في CBS بالمرحلة الثانية. CBS بالمرحلة الثانية. يعني أعطيكم إياه على العموم. السيستيك فايبروسيس طلاب. أوكي طلاب. تعرفون السيستيك فايبروسيس
هو اكزوكراين وباف. مشكله بكل اكزوكراين جلان، كل جلان بيها داتا تطلع اكزوكراين يسموه اكزوكراين جلان، هي مشكله بالسيستيك فايبروس. It is a multi-system disease. It is an autosomal recessive exocrinopathy affecting multiple epithelial tissue. The gene is called CFTR gene, وعادةً على كروموسوم 7. The gene product responsible for cystic fibrosis is called the cystic fibrosis a transmembrane conductance regulator, CFTR gene. وهذا موجود on the arm. On the long arm of chromosome 7. يعني هالشيء مش تمام. المهم عندي المانيفستيشن مالته ريسبيراتوري مانيفستيشن. ليش يصير عندنا ريسبيراتوري مانيفستيشن في سيستيك فايبروسيس؟ ليش يصير برونكيكتيسيس اصلا؟ سيستيك فايبروسيس قلت لكم واحد من الكوزز اوف برونكيكتيسيس. ليش يصير؟ اوكي، ذا ميجر كلاب موربيديتي اند مورتاليتي كاركترايزد باي copious يعني وايد هايبر فيسكس لزج جدا اوكي and adherent secretions that obstruct small and medium sized airway. واضح طلع بعيني واضح السيستيك فايبروسيس ليش بالبلمونري يسوي يطلع لي copious هايبر فيسكس and adherent secretions that obstruct small and medium sized airway. هذه الهايبر فيسكس اند ادريس سيكريشنز راح تكون همينه نايدس اور فوكس فور كومبلكس بكتيريال فلورا كورونايزيشن انكلودينج ستافيلوكوكس اوريوس اتش انفلونزا اند سيدوموناس اريجينوزا. ذيس مايكرو اورجانزم طلاب يعني شلون تقول فاستيديوس they tend to colonize, they have multi drug resistant properties. وبالتالي once there is colonization they are quite difficult to be eliminated from the body. ماشي عين الطلاب. The above lead to chronic inflammation with airway injury. إذن يصير عندي copious amount hyper viscous adherent secretion then راح يصير لنا the small and medium size airway وذن راح يكون being colonization high secretion of organisms with staph والهيموفيلس انفلونزا والسيدوموناس اريجينوزا. Due to this colonization there will be chronic inflammation with airway injury. بالبنكرياس مثل ما قلنا اكزوكرينوباثي السيستيك فايبروسيس is an exocrinopathy وبالتالي as in the lung the tenacious exocrine secretion obstruct the pancreatic ducts and impair production and the flow of the digestive enzymes to the duodenum. The sequelae of exocrine pancreatic insufficiency include a chronic malabsorption and fat soluble vitamin insufficiency, poor growth, and high levels of blood immunoreactive trypsinogen. هذا يستخدموه even for the screening. High levels of blood immunoreactive trypsinogen, which is a test used in a newborn screening. Okay, cystic fibrosis related diabetes mellitus is a manifestation in more than 30% of adults with the disease and likely multifactorial nature. It is attributed to the progressive destruction of the pancreas and in some cases due to insulin resistance. And then in diabetes and cystic fibrosis, it has multifactorial causes. The cause is due to the destruction. Progress destruction of the pancreas. Second, the insulin resistance. And then, أخذنا اللم. طلاب أخذنا اللم. أخذنا البنكرياس. ثلاثة, chronic sinusitis. أربعة, بالليفر. يصير عندي intrahepatic fluid secretion with cholestasis and nodular cirrhosis. بعد خمسة بالانتستين راح يصير عندي intestinal obstruction due to thick secretion وميوكونيوم ileus. هو عادة يكون presentation in 10-20% of a newborn with cystic fibrosis or distal intestinal obstruction in older individuals. بالمين there will be complete inevolution of the vas deferens and infertility. Okay, and then قلنا باللام شو يسوي؟
قلنا بالبنكرياس، جينا كروني سينوسايتس، جينا الليفر، جينا الانتستين، والسادسة الفيرتيليتي. السيستيك فايبروسيس يسوي الفيرتيليتي both the man and the woman. بالمان due to يعني any evolution أو there is no vast difference، يعني there is no growth of the vast difference. Men typically exhibit complete inoculation of the vast difference and infertility despite functioning spermatogenesis, and more than 99% of the males with cystic fibrosis are infertile. In female, the tubal conduction defect. يعني there is مشكلة بالتيوبز، بالفالوبين تيوبز، secretion نفس هاي اللي موجودة it will obstruct the fallopian tubes وبالتالي هم يكون ان الفيميل انفرتال. فاتت السورة جمهورنا الكلينيكال فيتشرز باللانس قلنا due to chronic obstruction and colonization راح يكون عندي باللانس وبرونكيكتسيز. السيستيك فايبروس طلاب باللانس راح يكون عندي وبرونكيكتسيز. Features of bronchiectasis, plus minus extra pulmonary manifestation. Ill respiratory complication or progressive airway obstruction, ineffective exacerbation, or recurrent exacerbation of bronchiectasis. Respiratory failure, spontaneous pneumothorax, pneumoctasis, collapse, pulmonary hypertension, and nasal polyps. طلاب دين محفوظين ما بيجي شيء يتشرح. واضح انه respiratory complications of cystic fibrosis include progressive airway obstruction and more effective طلاب الغوء recurrent هاي recurrent exacerbations of bronchiectasis, respiratory failure, spontaneous pneumothorax, pneumoptysis, lobar collapse due to secretions, pulmonary hypertension and nasal polyps. الاكسترا بولمونري كومبليكيشن طلاب هاي موجودة بديبلسن بتيبل 17-32 بيج 581 موجود لكم. شوفوا هذا الاطلاع انا اذا حطيت اسئلة ما اجيب منه بس علي صالح من يحط اسئلة ما يجيب كل شيء حتى يجيب. ولهذا انا راح اصر انه انا اخلي اسئلة هنا لان ما اعرف الشرح الجماعته ما يعتمد دكتور علي على المحاضرة يعتمد على حاجة يعتمد على حاجه. فالسيستيك فايبروسيس اللي انا اعطيتها راح اقول له انا خلي اسئلتها واخليها من المحاضره. اوكي طلاب سكرينينج ان اني نيو بورن بيبي باي راديو اكتيف تريبسين او تريبسوجين او جينيتك تيست. وبالادلت عاده يكون سويت تيست تشوز هاي كلورايد دبل كان بي يوز فور اول ذا كيسز. الورك اب الورك اب للسيستيك فايبروسيس اضافه للي نسويه بالبرونكيكتسيس نسوي جينيتك تيست سويت تيست سبيوتم اكزام اللي هي كلتشر انسيتي تو نو ذا كولونايز اورجانيزم اند انكلودينج اسبرجلوس اند نون توبركلوس مايكوبكتيريا. التريتمنت طلاب التريتمنت مال السيستيك فايبروسيس مثل البرونكيكتسيس بالضبط بلس سايكليكال oral or nebulized antibiotics to eradicate or control the colonization. نستخدم mucolytic اللي هي nebulized recombinant human DNAs or nebulized normal saline. The extra pulmonary care with nutritional support, weather replacement and diabetes control. A novel treatment under Ivacaftor or Lomacaftor are drugs that potentiate the CFTR function. وكذلك عندي الفتوت اللي هو اللونج تيرم دومسيليري اوكسجين ثيرابي والنون انفيزيف فنتيليشن ان اي في اور لانج ترانسبلانتيشن ان ادفانس كيسز. يعني بالضبط مثل البروكيكتسيز علاج بالضبط ما يفرق بالضبط. اكو سؤال طلاب عيني؟ اكو سؤال؟ بعد من نوتت؟ اعطيتكم بعد؟